والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. اليوم إن شاء الله بإذن الله راح نستهدف الحديث عن ميثود من ضمن الميثودز اللي بتشتغل على السترينج، هي بتكون اسمها سب سترينج ميثود. السب سترينج يا جماعة ده تقدر تقول عليها يعني إيه مشابهة للدالة اللي قبل منها، أقصد الطريقة اللي قبل منها، لكن إنها بتشتغل مع قيم موجب، يعني ما بتقبلش values في البرامترز بتاعتها إنها تكون سلبة، values تبعها لازم تكون موجب، وهي طريقة بترجع جزء من النص. يعني يا جماعة أنا ما أقصد كلمة بترجع يعني إيه، أصل الدالة أو الطريقة دي بتعمل حاجتين، يعني بتخلي جزء ها وبتكستراكت جزء وبتحذف جزء كده، يعني من الحاجات اللي بتخلي جزء وتسيب نص وتسيب جزء. فانا اقصد بترجع ايا يكن بقى انت بتستخدمها علشان تحذف منها جزء، تحذف جزء من النص او تخلي اجزاء من النص، وده اللي احنا بصدد ان احنا نشرحه. طريقه بترجع او بتخلي ها جزء من النص ما بين اندكس واندكس تاني، يعني انت كده طالما في اندكس واندكس عرفت ان هي ليها ايه، ليها اتنين برامتر، طب واحد اساسي والتاني ايه اوبشنال، التاني اختياري. طب يعني طب الاندكس التاني في حاله وجود واحد بس اساسي بيكون ايه اخر النص، يعني لو انت كتبت برامتر واحد واحد بس يبقى يبقى اللي هيتعمل له اكستراكشن معاك لغايه مين، لغايه اخر النص، طالما انت مش كاتب قيمه للبرامتر الثاني تمام، ويبقى معاك لغايه اخر النص. حلو كده جميل. من القصه دي عرفنا ان هي لها ايه اثنين برامتر، ها البرامتر الاولاني اسمه ايه، اسمه اندكس ستارت، والبرامتر الثاني اسمه ايه، اسمه اندكس اند. نبدا بالبرامتر الاولاني. حلو خالص، البرامتر الاولاني ده بالظبط كده عدد صحيح موجب. حلو، بيبدا من فين؟ بيبدا من الرقم صفر. طوله فين؟ يعني اخره فين؟ اخره بينتهي باللينث بتاع الجمله، ايا كان عدد الكاركترز اللي في الجمله دي، وده عباره عن ايه؟ عباره عن عدد الحروف اللي انت عايز تعمل لها اكستراكشن، مش عايز تخليها، عايز تقطها، ها؟ عايز تقطها من اول فين؟ من اول جمله النص. تمام؟ تمام، لو انا صحيت السطر الجميل ده عملت كنترول اس، ومثاليه يا جماعه موزيلا نفس المثال والله بتاعهم هم، ورحت عامل اكستراكشن او عامل سب سترنج ليه قيمتها 2، فراح اعمل لي ايه، راح قط لي حرف الام والاو. فهمت انت دي؟ يبقى لو انت عامل برامتر واحد واحد بس بيكون عباره عن عدد الحروف اللي انت عايز تعملها اكستراكشن بدءا من اول سترنج. سهله دي، حلو خالص. يعني انا لو غيرتها وكتبتها 3 راح يعمل لي اكستراكشن لاول 3 حروف وهكذا. جميل، ننوم السطر ده ونصح السطر الثاني. البرامتر الثاني، البرامتر الثاني في حاله وجود برامتر ثاني بقى عايزك تركز معايا شويه. البرامتر الثاني ده برضو عباره عن ايه، عباره عن عدد صحيح موجب، ده اللي هو الاندكس انت، عدد صحيح موجب. نفس السيناريو، طوله بينتهي بانتهاء جمله الـ 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 النص، يعني الاكستند لغايه لما اللينث بتاعته، وده بيمثل الحروف اللي انت مش عايزها تكون متضمنه، يعني الحروف اللي انت عايزها تكون موجوده مش عايز يتعمل لها اكستراكشن، ها حروف انت مش عايز يتعمل لها اكستراكشن، يعني عايز تخليها كيب، عايز تخليها موجوده، ها مش عايز تقطعها يعني. تمام، من فين؟ من اول البرامتر الاول، او من اول، خلينا نقول من اول الفيرست كاركتر. تمام كده، وهي هتوضح اكتر مع الامثله. تمام ماشي. نمثل تاني، نقول يا جماعه انا عندي كده 0 و4، انت عارف ان البرامتر الاولاني ده بيمثل ايه، عدد الحروف اللي انت عايز تعملها اكستراكشن، طالما كتبت 0 يبقى انت مش عايز تعمل اكستراكشن خالص، يبقى القيمه دي معناها ايه، معناها اني سيب لي كلمه موزيلا دي خلاص زي ما هي مش عامل فيها حاجه. حلو، يعدي بعدين يلاقي مين، يلاقي القيمه 4، ودي عباره عن ايه، ودي عباره عن عدد الحروف اللي عايز يخليها موجوده، فبره الرقم ده كله راح يتعمل له اكستراكشن. يعني معكوسه شويه، يبقى ايه، يبقى انت متخيل هيروح يعمل ايه، 1 2 3 4، وانا بقول قيمه البرامتر الثاني عدد الحروف اللي عايز يخليها موجوده، فانا لو عملت كنترول اس هتلاقيه خلالي الاربعه دول وعمل لي اكستراكشن الباقي كله، لانك هنا ما قلتلوش اعمل لي اكستراكشن لحاجه معينه يعني. لا قلت له لا انا مش عايز اي اكستراكشن لاي قيمه. تمام، ننوم السطر ده ونصح السطر اللي بعد منه، توضح ربما توضح اكتر. طب اوكي، لو انا قلت له والله 1، ده معناه ايه يا جماعه، عدد الحروف اللي انت عايز تعملها اكستراكشن بتكون عباره عن ايه، حرف الام بس. جميل،
ممتاز. بعدين بقى بتلاقي القيمة 4. القيمة 4 ديت معناها ايه؟ معناها والله عدد الحروف اللي انت عايز تخليها موجودة من اول الرقم واحد. هنا بقى تيجي التشكيلة او يجي التركيب بتاعك، تمام؟ من اول الرقم واحد. طب خلينا نشوف النتيجة كده ونشوف هي هتعمل ايه. خلالي او زد واي. طب هو في الاول ابتدى بص للواحد، ليجي الواحد ده انت مش انت عايز تعمله اكستراكشن، فقال لك خلاص مش هخليه لك موجود. حلو. الاربعه انت عايز من اول قيمه النص، ها، عايز تخلي لي اول اربع حاجات، فقال لك اه ماشي امشي 1 2 3 4. حلو. فاروح انزل لك ام واو وزد واي. حلو كده، ده معنى السطر ده. وبص ليجي واحد ان انت مش عايز تخلي قيمه الواحد، فراح قال لك اه كده في قيمه مش عايز اخليها، فراح حط لك اللي في النص بس اللي هو الاو والزد والاي. تمام كده؟ جميل. طب ندي مثال، او هم كاتبين مثال. لو انا يا جماعه عايز اعرض ال والال والاي، تمام؟ بس ها ممكن اعرضهم ازاي؟ تقول لي بسيط. حلو. انا ممكن ابدا باني اقول له ايه؟ انا طالما البرنتر الاولاني هو بيعمل اكستراكت للجمله، تمام؟ يبقى انا هقول له انا عايزك تعمل لي اكستراكت لكل الحروف ما عدا ال والال والاي، تمام؟ فهتعمل اكستراكت لمين؟ هتعمل اكستراكت لاول اربع حروف، فانت هتنشط السطر ده، تمام كده؟ يبقى اكستراكت القيمه 4 هتلاقي نازل لك ال والاي والال والاي، لان ده برامتر واحد، والبرامتر الواحد معناها البرامتر الاولاني، والبرامتر الاولاني معناه عدد الحروف اللي انت عايز تعملها اكستراكشن، فروح يمشي لك 1 2 3 4 دولت اللي انت عايز تعملهم اكستراكت، انا هنزل لك القيم الباقيه. حلو؟ جميل خالص. ننوم السطر ده. في حل تاني بقى، الحل التاني ده باستخدام ايه؟ الاثنين بارامتر. طيب لو انا هستخدم البارامتر التاني بقى، يعني عايز اقول له بص يا سيدي، انا عايز ابدا، او انا عايز ابدا من 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 انا عايز اخلي دلوقتي ال والال والايه، صح كده؟ حلو. ال والال والايه ترتيبهم من كام يا جماعه؟ ترتيبهم بيكون اول او يعني بدءا من رقم 4، دي 1 2 3 4، من بعد الرقم 4 انا هكون موجود. حلو كده؟ جميل. فانا لو حطيت انا عايز اقول له دلوقتي الحاجات اللي انا عايز اعملها اكستراكشن بتكون عباره عن ايه؟ بتكون عباره عن اول اربع حاجات، فخلاص هقول له انا اصحي السطر ده، اقول له ماشي الحاجات اللي انت عايز تعملها اكستراكشن اول اربع حاجات، فهيفهم بقى ان انت عايز تعمل الام والاو والزد والاي. حلو. بعدين يبص يلاقي ان في الرقم 7، الرقم 7 ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن الحاجات اللي انت عايز تخليها موجوده، فهيروح يقول لك اه انا هخلي لك كده كل الحروف موجوده، يبقى هخلي لك الام والزد والاو والاي، هخلي لك كل 7 حروف موجوده. حلو. يبقى كده هينزل لك الجمله كلها، يلاقي ان في اول 4 حروف عايز يكتهم، فيروح يشيل لك الام والاو والزد والاي ويخلي لك الثلاث حروف الباقيين، يبقى النص ده صحيح، النص ده صحيح، منطقي الكلام ده، ايه منطقي. جميل. طيب النص الثاني يا جماعه، او المثال الثاني يا جماعه، راح قال لك بص يا سيدي، هيبتدي بالعكس بقى. انا انت عارف ان البرامتر الاولاني الحاجات اللي انت عايز تعملها اكستراكت، تمام؟ الحاجات اللي انت عايز تاخدها، فانت بتقول له اعمل اكستراكت من بعد الرقم 7، يعني ايه؟ ادي ام 1 2 3 4 5 6 7. حلو. يبقى اولك يعني ايه؟ انا النص ده هيفضل زي ما هو، تمام؟ وانت هتبدا الاكستراكشن بتاعك من الرقم 7، من الكاركتر السابع، والكاركتر السابع ده اساسا هو عباره عن حرف الايه. جميل. وبعدين بقى تروح يلاقي قيمه الرقم 4، قيمه الرقم 4 اللي هو عباره عن ايه؟ البارامتر الثاني، الحاجات اللي انت عايزها تكون ايه؟ الحاجات اللي انت عايزها تكون موجوده بدءا من اول كاركتر، فخلاص ماشي راح يبتدي من اول كاركتر، يقول لك انا هعد 4، 1 2 3 4، وراح اخلي لك ال والال والاي. راح خلى لك ال والال والاي، رجع لقيمه البارامتر الاولاني، انت مش عايز حاجه في دول تكون موجوده؟ قال لك لا يا عم انا هبتدي من اول رقم 7، ده معناها ايه؟ ان انت مش يعني ان انت دولت مش هتعمل لهم برضه ايه؟ دولت انت مش هتعمل لهم اكستراكت. حلو كده؟ فانا لو عملت كنترول اس هلاقي ان هو برضه بيديني ال وال وايه، ده بالنسبه ليه الامر ده. تاني على كده كده تاني مره اللي بالنسبه لاخر جزئيه، البرامتر الاولاني الحاجات اللي انت راح تعمل لها اكستراكت، وانت طالما ابتديت من الرقم 7 ده معناه ان من بعد الايه، اهو عد كده 1 2 3 4 5 6 7، من بعد رقم 7 ها، يبقى انت هتسيب النص ده كله موجود. حلو.
جميل. بعدين أربعة، الحاجات اللي أنت عايزها تكون موجودة من أول عنصر، فهيروح يسيب واحد اتنين تلاتة أربعة، ودول ما فهمش تعارض مع قيمة الرقم سبعة، لأنك يعني مش أنت مش عايز برضو تعملهم اكستراكت، هما كده كده موجودين، بس طالما مش متعارضين معاك يبقى أنت هتحاول تخلي القيم دي، القيم اللي هي أربعة بادئة من رقم أربعة، دول أنا عايزهم يكونوا موجودين. تمام كده؟ ده بالنسبة للمثال ده، عن المثال الأولاني اللي هو قيمة الأربعة والسبعة. من تاني، لو أنا نومت السطر، الفرق ما بين دي ودي، لو أنا نومت السطر أو صحيت السطر الأولاني، الأربعة يا جماعة، من تاني أنا آسف، عارف إن أنا طولت والله، الأربعة دي عبارة عن إيه؟ الحاجة اللي أنت عايز تعملها اكستراكت، الاكستراكشن، فهيعمل لك اكستراكشن لأول أربع حروف. خلصنا خلاص كده، تمام. يبص يلاقي السبعة، السبعة دي الحاجات اللي انت مش عايز تخليها، مش عايز تعملها اكستراكشن، يعني عايزها تكون موجودة، فيخلي لك السبع حروف موجودين، بس انت عايز تكستراكت اول اربعة، فيقول لك اه السبعة موجودين، اول اربعة لا، يبقى انا هحط اخر ثلاثة. تمام كده؟ ده بالنسبة للسطر ده. طب السطر الثاني ده كده هو مش السبعة، الرقم اللي انت عايز تعمله اكستراكت، كده الراجل ده مش عايز يعمل اكستراكت لاي حاجة، يبقى كده ايه؟ الجملة كلها راح تظهر. تمام. بعدين بدا يلاقي ايه؟ الجمله الثانيه اللي هي ايه؟ البرامتر الثانيه، الحاجات اللي انت عايز تخليها موجوده، بس تلاقي اه ده انت عايز تخلي بدءا من الكاركتر الرابع بس اللي يكون موجود، فيروح يحذف لك الباقي، ها، ويخلي لك بدءا من الكاركتر الرابع بس، فيعرض لك ال وال وال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.